ممنونك، عزبتك. أيها الأب الجليل والأخ الحبيب قسطنطين باشا، مؤرخ الرهبانية المخلصية الجزيل الاحترام، لقد أخذتم من زمن طويل بالتنقيب والبحث عن أعمال خادم المخلص الأب بشارة أبو مراد، بل بحثتم ولا شك عن أعمال المخلص عينه في هذه النفس الكريمة. لقد شاء المخلص بتنازله وعطفه أن يتجلى بعض التجلي في هذه النفس المستترة في داخلها، التي أخذتم بكتابة حياتها ونشرها. وكلنا يعلم كم أتعبكم طلب المستندات التاريخية، وكم قاسيتم في البحث عنها، وفي السعي وراء شهود ثقات عايشوا الأب بشارة منذ ولادته في زحله حتى وفاته في دير المخلص. محمد وعبد الله سليم، باسم الآب والإبن والروح القدس، آمين. أنتم الذين بالمسيح بيي. إيه؟ شو بيك مش مروقة معك اليوم؟ مروقة كبيي، مروقة ماشي كبيي. أنا ابنك، قلي شو شغلك بالك؟ شغل لي بالي خيك سليم. سليم؟ ما هو أروق واحد فينا سليم، ليش بده يشغلك بالك؟ لو بيجي يساعدنا بهالأرض كان كتير منيح. وكبيي ما لقيت إلا سليم. ليش شبو سليم؟ سليم نخي ودعس بالعشرين. سليم مش مختلفين، بس سليم جسمه نحيف ما بيلبق له الشغل بالأرض. عصبه قوي سليم، بعدين بيصبر أكتر منك، بيصبر على الجوع والعطش. بس أنا ما بشوفه سليم خرج يشتغل بالأرض، بشوفه مثلاً أستاذ مدرسة. بعدين ما تنسى سليم شاطر باللغات والحساب وخطه حلو كمان. فتحت له هالدكانة تركه يسترزق، إنه ضروري كلنا نشتغل بالأرض. ما كون أنا هلأ واقف بوج رزقته يعني. أنا رجعت دفاتره لسليم، منو ريد الرسمال اللي حطيناه. بعدين قديش بده يصمد؟ انا مني قادر ادعمه بقى. ايه يمكن، بس انت قدرتك تتركه يعمل بده اياه. شو يعني؟ يروح يترهب بدار المخلص. صرت ريده من نص الطريق مرتين، وانتو انا منعرف سليم بس يصمم على شيء. دخلك قديه بعد فيك توقف طريقه؟ ازبط شيء، ارجع عن كاش وزراعه وما فكر بمستقبل ولادي. عالبركة يا ممراد. الله يبارك بعمرك يا أهلا بأم الياس. خي ريحة الأكل عندك بتشق القلب. وينك اليوم أبي أنت؟
ما بلحقش اخلص شغلي وخلص طبختي بيكونوا رجعوا جمهور مرار من الحل. يعطيهم الف عافيه. الله يعافيك. فوتي اختي فوتي لنقعد جوا. تفضل. مرحبا سليم. الله معك عمي ابو طعان. العوافي. الله معك يا جارة. الله يحفظك. يعطيك العافية يا رجال. الله يعافيك. شو ونوي مراد مش معك؟ مراد تقب شباب أصحابه ويمكن تفقوا يروحوا على البردونة. حط لك لقمة تاكل لك. والولاد أكلوا كلهم غير شر. بعرفي سليم صايم للساعة 6 المساء طيب. مثل كل يوم جمعة وأكيد عاملة مجدرة. مجدرة منيح. عفاه مراد بيعرف يعيش. صار لازم تجوزوه كما الله بيريد. صار لازم ينهزوا هالشباب بالحي. ما بعرف شو صيبون هودي ولاد الشامي مثلا. لا واحد ولا اثنين، الأربعة راحوا عالدار عأساس بطرس مع مكاريوس الكبير. في الشهر شهرين لحقوا سليمان ويوسف. عقبال ما تفرح من مراد وسليم. ايه ان شاء الله خير. شو ليش عم تعن؟ بركي ما بدوش يجوزهم. كيف ما بدوش يجوزهم؟ هذا يوم الساعد. مراد مع قولي بس سليم. مثل ما الله بيريد. خليني امشي غير فكرك. خليكي ناكل لقمة سوا. معلش. زحلي زحلي زحلتنا وشرب العرق عادتنا والبردوني ميتنا بتعطي لذي وبروده. زحلي يا دار السلام فيكي مرضى الاسوده وعدم والله ما منا من الموت بفوز الباروده. خليكم شباب خلينا وهون باقيين غصبنا عن المبدو. ياس الشباب هيك الزحل رجال رجال سهل روس جبال ياس كل الزحل كاسكم. ما حدا غيرك نازع لسليم، وإذا بتنحر بده يفوت على الرهبني هو كله من وراكي. ليش عم تحكي هيك؟ أنت عارف سليم من صغرته عنه وعن أخوته كلهم. أنت بتعرف هالشي؟ فتحنا له هالدكان قلنا بركي بيتسلى وبيطلع شوية مصاري، والمصاري بتنسيها الفكرة. ينسى؟ من وقت ما رجعته من نص الدرب وهالصبي تغير.
لا عم ياكل مثل الخال ولا بيحكي مع حدا. جبور انا خايف نخسر هالصبي. ودك كان مش عم بيربح معه. كل فقير بيفوت لا بياخذ منه ولا بيتعذر. الواحد طالع حامل ومحمل. وقد ما قلبه ابنك طيب قرش واحد ما بياخذ من حق البضاعة. ما هو كرمال هيك قال لي يا امي حاسس انه دعوتي اترهب بالدار وعم يترجاني لأقنعك وحلف انه هالمرة ما بيروح الا ما ياخذ رضاك. والله ما بعرف. انا خايف على ابني وضميري ما بيطوعني اوقف بوج مشيئة ربنا. مجد اسم الرب. هيئته اجا. برضا الله عليك ما تقعدش تشارعه هلا. الله معك امي. الله يحفظك يتقبرني. الله معك بي. عود يا ابني. عود تنحكي مع بعضنا كلمتين عود. بحط لك لقمة تاكل يا امي. سلم دياتك امي. اكلت. اكلت. يا حسرة شو أكلت؟ علمناك يا ابني وقلنا شغل الأرض قاسي عليك وعلى جسمك فتحنا لك هالدكان. عال ربح ما في فهمنا بس يا ابني صارت القصة خسارة بخسارة. أنا مش عم ضيق عليك يا سليم بس يا ابني ما بتقدر تكمل هيك. يا بي بصراحة دمتي ما بتطوعني أربح من ناس فقرة وجوعانين. الله دعاني لتجارة أشرف وأربح. شو هي هالتجارة الأشرف والأربح؟ حكيني يا سليم أنا كلني سمع. كل إنسان يا بيي بتاجر بالوزنة اللي الله عطاياها. حال تخيل اسمه ربنا ما قال لك أي وزنة لازم تعمل حساب فيها الربح والخسارة؟ بالعكس يا بيي بالعكس أنا أكتر واحد عارف بالنسبة لإلي وين الربح وين الخسارة. فإذا وزنتي لا بالدكان ولا بشغل الأرض. وين لكان؟ بالشغل مع نفوس العطشانة. اللي وين يعني؟ بالدار؟ بالرهبنة؟ ما عم تعملون هون ليش تعذب وتروح؟ إذا كان قصدك هالكم معطر اللي عم ساعدهم عودي منهم إلا رد جميل مش أكتر. رد جميل؟ إيه رد جميل. تتذكري يا أمي بثورة 860 بس هجرنا على بيروت وكنا جوعانين وحفايا وما لقينا مين يقوينا. يلا بعد الزهر السوة وجيبه. القدري كتر خيرك يا رب. ما تعتالي هم بعد الدنيا بألف خير. الحمد لله على سلامتك. منيح اللي زمطتي انت وهالولاد من فوق. اشكر الله. شو جوعانين؟ تعوا حبيبتي تعوا كل خدوا. ايه تنذكر ما تنعيدها كل ايام السودة. قصفت لي نص عمري هك الشنطة على الطرقات. وهالمشهد مثل مشاهد كتير ما بتروح عن بالي. بس يا امي يا سليم لازم تنسى الأسى والحزن. مع حق أمك. أنا ما بتذكرها تأحزن بس لتكون دافع لإلنا للتأمل برحمة ربنا. يتمجد اسم الرب. سليم يا ابني حاسس إنه هي دعوتك. ما تطلع فيي هيك يا سليم. أنا بدي مصلحتك. أنا مثل كل البيات بدي أفرح فيك وشوف لك أولاد يزرعوا الفرحة بهالبيت. أنا متأكد من محبتك يا بيي ولو ما هيك ما رجعت معك مرتين من نص الطريق عدير المخلص. عم بيراسلك خيلك بولوس القش من الدير ويرغبك بالترهب.
شو خصو خيي هلا؟ يا بيي بتظن بهيك موضوع حدا في رغب حدا؟ طيب انت متأكد من دعوتك؟ ترى متأكد من دعوتك ليش رجعت معي على البيت؟ أنا تربيتك يا بيي وأنا بعرف مثل ما أنت بتعرف إنه رضا الله من رضا الوالدين ومش رح روح الدير إلا ومعي رضاك ورضا أمي. الله يرضى عليك يا أمي، الله يرضى عليك. أنا بضحي بكل شيء كرمالك وكرمال أخوتك وضمير ما بيطوعني وقف بوش مشيئة الله. إذا ربنا بده هيك فالله يوفقك يا ابني، مش رح أبخل عليك بالرضا. بدي أوصيك بأمي وبهي. أنا بديش توصيكي، انت دير بالك على حالك. رضاك يا أمي رضاك. كاش جيبها لحمارك. جي شو يا عمي، منكمل او منرجع؟ كمل عمي بوطعان كمل. اللي بيحط ايده على المحراس ما بيرجع لورا. شد حالك لكان يا حنكش. شوف يا ابني اسمعني منيح، الله يوفقك بطريقك الجديدة، كون رجال وبيض وش زحلي. ها طول عمرك رغبين تعمل راهب وهي اطلع عليك من انت وصغير. في ناس يا عمي بهالدنيا ما بيخلقوا لهالدنيا، بيخلقوا لفوق، وانت خلقت لفوق. بس اللي مثلنا بيرضوا باللي هون، قامه مرجله شوارب كاس عرق مره عيله باروده رصاص، مننبسط منروح منجي وبعدين منحط راسنا ومنموت، وهيت نربح الاخره وهيت ما نربحهاش. بس اللي مثلك ربنا مسوكر لهم الاخره من هلا بنيه. الله يوفقك ونشوفك قديس كبير. هالتوصيله اجرتها نتفت صلاه لعمك بطعان. تكرم عينك عمي، قد ما بنعمل ما بنقدر نكفيك. ما تنسى حنكش خلي يلحق طرطوشي. رح اترككم هون، انتو كملوا على الدير وانا خليني ارجع على زحلي قبل ما تعتم علي. انتبه له يا حنكش. Thank you.
يتمجد اسم يسوع المخلص يلي سمح لنا اليوم أنه ننتخب ريس عام جديد للرهبنة المخلصية. هو الأرشمندريت سمعان نصر. إلكن الكلمة يا أبونا العام. بشكر الرب وبشكركم كلكم يا أخوتي الرهبان على الثقة اللي منحتوني إياها اليوم، وبدعيكم للالتزام بوصية مؤسس الرهبني السعيد الذكر المطران أفتيموس الصيفي اللي أسس الرهبني سنة 1683 وبنى هالدائر سنة 1711، وهو اللي قالنا أسستكم وجئت بكم من أماكن مختلفة وبلاد بعيدة كي أجد بواسطتكم في فلاحة كرم المسيح وكي أجعلكم مرسلين. وأنا يا أخوتي أضيف على هالوصية طلب منكم كلكم، إن كنت تحملوني بصلاتكم مثل ما أنا رح بحمل كل واحد منكم بصلاتي ليتمجد اسم يسوع المخلص. ما أحب مساكنك يا رب الأكوان، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب ويهتز قلبي وجسمي لل يا أهلا بابن أختي أبونا بولس. كيفك يا خالي؟ كيف حال بيك؟ أختي صبات كيفها؟ كل بيسألوا خاطرك، مشتاقين لك. مراد ومريم وسعدة وسليمان، الكل كيفهم؟ الكل بيطلبوا صلاتك. اترك بقشتك هون وقرب معي تنهني الأبونا العام ونعرفوا عليك. خليهم. الله ياخذ بيدكم يا مرة العام تزدهي الرهبنة. اذكرني بصلاتك يا ابونا. مبروك ابونا العام. اذكرني بصلاتك يا ابونا. بركتك ابونا العام علي وابن اختي سليم ومراد، بعد واصل من زحلي قصد يترهب عنا. الله يباركك يا ابني. الليل يرتاح. هلا ابونا بولس بدلك على غرفتك وبكره بعد القداس بشوفك. مثل ما بتريد ابونا العام. الله يكون معك يا ابني. الرهبان اللي خدموا بزحلي خبروا عنك وعن اندفاعك وحماسك للحياة الرهبانية وعن خجلك كمان. خبرني شو متعلم؟ بتحكي لغات معينة؟ تعلمت بمدرسة المطران بزحلي. وشاطر بالحساب وبيعرف فرنساوي وخطه كتير حلو. وصوتك حلو مثل صوت خالك؟ خبرني ليش جيت على الرهبانية؟ شو غايتك؟ أنا جاي على الرهبانية تخلص نفسي وتصلي لتوبة الخطين. يا ابني
من حق الرهبني إنها تختبرك، وأنت كمان لازم تختبر حالك وتشوف إذا كنت أهلاً للحياة الرهبنية. رح تنزل على دير السيدي اللي هو دير الابتداء، وهنيك الرهبان اللي مسؤولين عنك رح يختبروك ويوجهوا خطواتك الأولى. روح يا ابني، الله يباركك ويبارك مسيرتك الجديدة. دير السيدي مش بعيد من هون، وتحت المعلم أبونا مكاريوس الشامي ابن مدينتك زحلة. يا ولادي، الابتداء من أجمل مراحل الحياة الرهبانية. هون بتبلش مسيرتكم نحو القداسة، والميدان مفتوح قدام كل واحد منكم. بالابتداء بتنقطعوا عن العالم وبتتخلوا حتى عن أساميكم. أنت ليان شلهوب بيصير اسمك يوسف، وأنت سليم مرشي بيصير اسمك توما، سليم ومراد يصير اسمك بشارة. الأخ بشارة أبو مراد. في الخفاء ولا أحد يراني، تكلمني دوما في الصبح والمساء. أحياك في الخفاء ولا أحد يراني، تكلمني دوما في الصبح والمساء. أشكرك أقمتني في قلبك على الدوام، أشكرك فحبك منحني كل سلام. إليك أنت الحنان، أقر بضعفي وأشيد لحبك ولفيض جودك ربي يسوع. بحضرة الله القدير ومريم البتول الفائقة القداسة وأبينا في القديسين باسيليوس الكبير، وأمام أبينا العام الفائق الاحترام الأرشمندريت سمعان نصر،
أنا الأخ بشارة أنذر الفقر والطاعة والعفة نذرا مؤقتا، وأقسم بهذا على الإنجيل المقدس. الله معك أبونا. الله يصبرك يا جبور، بدك تشد حيلك. شو بدنا نعمل؟ هيدي مشيئة ربنا وبدنا نقبل فيه. أم مراد كيف صارت؟ صابت. الله يساعدها. قصدك أبونا، قول. قالوا لي ريع دار المخلص، بلكي سليم قصدك الأخ بشارة. بالنسبة إلي والأمه بعده ابننا سليم، بدي تطلب له يجي عزحلي. من مال بيعزي قلب أمه الحزين، من مال بيشوف أخوته بيشوفه، صار له 9 سنين ما إجى عزحلي. كلمة كلمة راح وصل له هن، والله يقدم اللي فيه الخير. يكتر خيرك يا بونا، يكتر من أمثالك. طول عمرك يا جبور، الله معك، الله يصبرك. جبور جبور. ايه يلا يلا. بديس مقبول منا ومنك يا مرة. شفت الأبونا؟ شفت الأبونا. قلت له تقلو المشارة يجي يطلع علي. قلت له، وقلت له يقول له انه امه مريضة ولازم يجي يشوفها. لا يا رجال، لا فوق ما وتخيو جاي تحملوا همي. شو بدك اكذب عليه يعني؟ شبور قولي. قولك بيجي. قولي الله يا مرة، شو بعرفني. مراد، مش هو البكر؟ بعده شاب ومش من زمان مات يوسف. الله يصبر أهله، إن شاء الله تكون نفسه بالسماء. أمه تعبانة، هي كانت مريضة وإجا موت ابنها البكر تيهد على الآخر. الله يصبرها. شو العمل هلأ؟ قصدك الأخ بشارة؟ هلأ بيجي ومنحكي. بيو حابب انه يطلع يزور اهله بزحله. الرهبني ما في مانع. المهم الاخ بشاره ما يمانع. فوت اخ بشاره. أخ بشارة، أبونا كليموندوس كان بزحلي، ومن بعد زيارته لأهلك اضطر يرجع بسرعة على دير المخلص. خير إن شاء الله يا أبونا. حكمة الله يا ابني كله خير. أخ بشارة، من وقت أنت ما جيت على الدير وبعد ما زرت أهلك، أبونا كليموندوس حابب ترافقه على زحلي. خير إن شاء الله. حدا ابو شي تصلي له. مراد خيك بحاجه لصلاتك. امبارح انتقل لرحمه ربنا. بيك حابب انه تطلع معي على زحله. وجودك اكبر تعزيه لامك، لانها هي مريضه كثير يا ابني. الله يرحمه. رح صلي لراحة نفسه. أنا هون بدال وبصلي لأهلي حتى الله يعزيهم، ولأمي
حتى الله يشفيها من مرضها تقوم بالسلامة. أخ بشارة، إذا أنت ما بدك تطلع على زحلة القرار إلك، بس الأفضل تصلي لخيك أنت وكاهن، هيك بتقدر تقدم الذبيحة بالقداس عن راحة نفسه. على كل حال، أنت عارف إنه سيدنا باسيليوس حجار جاي على الدير، وقال لي إنه حابب يشوفك ويحكيك. شو يا أخي بشارة؟ في أسئلة كتير عم بتدور بالرهبنة لعدم تقدمك لسر الكهنوت وحاول تأجيلك للرسامة. يا سيدنا، الكهنوت سر عظيم وأنا مش قد هالشرف الكبير. أنت أكتر واحد مستحق هالدرجة، نعرف أنه تواضع. يا سيدنا مش قصدي، بس خدمة النفوس بدها نعمة كبيرة، وأنا أنت لازم تآمن بالنعمة الإلهية يلي بسر الكهنوت. ما بتسمع المطران شو بيقول بأفشين الرسامة؟ النعمة الإلهية هي التي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل. بعدين فيك تقلي انت ليش مش مستحق هالدرجة؟ تذكر قوة الله بالضعف، بتشتغل وبتكتمل. يا سيدنا شو يا اخي بشارة، تكلنا على الله؟ دايما الاتكال على الله. فاذا يلا، ما عليك الا انك تتواضع وتطيع وتصفي نيتك لخدمة الرب ومجده. وأنا كزائر رسولي للرهبنة، بعد ما أنهينا أعمال المجمع العام مش رح أترك دير المخلص إلا تأرس مكهوري. يا سيدنا أنا مش مستحق، بس بالنهاية أنا راهب نادر الطاعة قدام الرئيس العام، وصوت الرئيس هو صوت الله. إذا رغبتكن هيك، هيدي بتكون إرادة الله. أيها الشهداء القديسون الذين جاهدوا حسنا وتكللوا، تشفعوا إلى الرب أن يرحم الإلهية التي هي في كل حين للمرضى تشفي وللناقصين تكمل. تنتدب الشماس بشارة. خذ هذه الوديعة واحفظها إلى مجيء ربنا يسوع المسيح، لأنه مزمع أن يسألك عنها. ومما يجدر بنا ذكره أيها الأب المؤرخ قسطنطين باشا العزيز، أنكم تعتبرون الأب بشارة ليس أخاً في الرهبانية فحسب، بل كان لكم أيضاً الأب الروحي والمرشد الأمين. لا شك أنكم عدتم بالذكرى إلى الأيام السالفة، أيام كان ذلك الكاهن الجليل والراهب البار يتردد فيما بينكم عندما تعين في المدرسة المخلصية.
فتسمعونه وتبصرونه، وكأن نفسه المتألقة بأشعة الروح القدس تتجلى على أبصارنا وبصائرنا. مجد لله أبونا بشارة. دايما لله. أبونا بشارة بتسمح لي أسألك هالسؤال؟ طبعا طبعا أخ قسطنطين، تفضل. أبونا، كيف الراهب بيقدر يعرف إنه هو فعلا مدعو للحياة الرهبانية؟ هالسؤال عم بيقلقني كثير بهالأيام. مرات بحس إني فعلا مدعو، ومرات بمرق بظروف صعبة، بشك بدعوتي، وبحس إنه كل اللي عم بعمله بلا لون وبلا نكهة. ما تخاف أخ قسطنطين، استسلم لربنا بالصلاة وهو بوضح لك الطريق اللي لازم تمشيها. ما في دعوة من دون سجود يومي قدام الإربان أو قدام أيقونة يسوع. خبرني كيف صلاتك؟ صلاتي؟ مرات حارة مرات فاترة، هبة باردة هبة سخنة، مش عم بقدر غوص بمحبة ربنا بالصلاة. بدك تطول بالك على نفسك، ربنا بيعرف ضعفنا. لما بتحس بتشتت معين صلي للروح القدس وطلب معونته، هو بيصلي فيي وفيك بأنات لا توصف، مثل ما بيقول القديس بولس. خي قسطنطين، الصلاة مع الصوم هن مثل جناحين بيطيروا فيك على السماء لعند ربنا. طيب أبونا بشارة، كيف الراهب بهالأيام يفهم ندور؟ أنت ما بتلاقي صعوبة بعيشهم؟ الفقر، الطاعة، والعفة، مرات بحسهم يا رب تسمحني إنهم ضد طبيعتنا البشرية. كلامك مزبوط إذا اطلعنا للأمر من عيون بشرية. ندور مستحيل عايشة على الراهب يلي بده يتكل على نفسه بس، تاني يوم بيوع. خي قسطنطين، افتح قلبك على نعمة ربنا، على محبته يلي هي بتغيرك. ما في أحلى من العيشة مع الرب، معه العفة بتهون وبتقدم أحاسيسك وعواطفك إله هو بكل فرح. معه الفقر بيهون، بتصير مستعد تتخلى عن كل شيء بهالدنيا حتى عن توبك اللي عليك. ومعه الطاعة بتسهل، وبتصير تشوف بإرادة رؤسائك إرادة ربنا بالذات. عرفت كيف؟ فهمت كيف، والله يقدرني نفس كل اللي قلت لي. بمعونة الله بتوصل، ما تخاف. حط ايدك على المحراس وما تلتفت لورا. ابونا، انا برتاح كثير لكلامك، يا ريت بتقبل تكون مرشد الي. بركي بكره فلاته من المدرسه وعينوني مطرح تاني. برحقك وين ما تروح. أبونا بشارة، بعد إذنك كلمة. تفضل. والدتك يا أبونا بشارة. أمي؟ أمي.
سيدي الوالد المحترم، قد غمني جدا وألبسني حلة الحزن والكدر خبر ما ألم بجنابكم بانتقال سيدة الوالدة المثلثة الرحمة، تغمدها الله بجزيل الرضوان. غير أني لمعرفتي بضرورة انحلال هذا المركب وعظم المجد المعد للذين يحبون الله ويحتملون بصبر بلايا هذا الدهر. قد تعزيت جزيل التعزية لتأكدي من وفور ما كانت عليه المرحومة من التقوى والفضائل المسيحية وجزيل التصبر على مرارة الشدائد التي افتقدها بها الباري سبحانه وتعالى. فالصبر يا سيدي والتعزية يا مولاي على ما افتقدكم به الباري ليزيد ثوابكم، لأن التجارب هي علامة المختارين. فأملي بكم يا سيدي لا تعطوا الطبيعة هواها وتكونوا قدوة للغير بالصبر وتسليم الإرادة للعناية التي هي تدبر كل شيء. مستمد الدعاء ولدكم الأب بشارة جبور أبو مراد. أبانا الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، كما في السماء، كما في السماء، كذلك على الأرض، كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاتة يومنا، أعطنا خبزنا كفاتة. بتشرين الأول سنة 1891 وسلم لي على الرئيس العام غريغوريوس نعمي، وقلوا سيدنا باسيليوس رح يخسرك أبونا بشارة، بس بأمر الطاعة بعتلنا إياه لأنه بعتني له مرسال من 3 شهور بعد ما رد. بأمر الطاعة القانونية صدر كتاب تعيينك خادم بمدرسة المطران بدير الأمر. بتمنى لك كل التوفيق والنجاح، من بكرة بكير لازم تكون بالمدرسة. بركتك أبونا العام. الله يباركك.
صباح الخير يا أبونا. هيتك أبونا بشارة. صباح النور. نعم أنا أبونا بشارة. يا أهلا بخورينا جديد. دعيك سليم أبو رجيلي من سير جبيل وأنا مكلفيني لحتى لقيك. تشرفنا خي سليم. ليش معذب حالك؟ ما في عذاب أبدا يا أبونا. بتحب تتفضل تبارك للبيت هيك ترتاح شوي وتشرب لك شربة ماي؟ اسمح لي اليوم ما بدي أتأخر على القداس وبكونوا الناس ناطرين. طيب تفضل طلع على الدبي. لا 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 أنت طلع وأنا بمشي حدك. ما بصير يا أبونا، مش ممكن أهبل. أنا بفضل أمشي. لكن بمشي حدك. طيب يلا مشي حدي وصلي المسبحة معي. حاضر. دخلك القداس اليوم ببيت خليل جرجورة؟ نعم ببيت خليل. إن شاء الله سليم يكون لقيت ليدله على البيت. أنا بعرفه لسليم قديشه قليل الخاصية، بتقول بعده هون ما قطعش حدود القاطع. بس بالصليب من وين نبتت؟ كنت عم تذكريني يا داد. يا أهلا. الله معكم. يا أهلا من أبونا. عرفتنا أبونا بشارة. أهلا أبونا. خورينا الجديد. يا أهلا وسهلا فيك بضيعتنا يا أبونا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بضيعتنا. يا أهلا. إن الشرف يا أبونا يكون قديسك الأول ببيتنا. الله يوسع مطارحك يا خوجة خليل. خلينا إياك. وين بقية المؤمنين؟ ناطرين جوا؟ بقية المؤمنين؟ هون يا أبونا. وبقية أهل الضيعة؟ كل من بشغله، رجال بالحقلة والنسوان بالبيوت. من عدا اللي مقاطعين الصلاة. فإذن رح يكون الحمل عليكم كتير. علينا نحنا؟ بدكم تصلوا معي، الضيعة بدها صلاة كتير. وخلونا ما نتأخر. الأقداس للقديسين قدوس واحد. إني أقمتك رقيبا على هذا الشعب، فكل نفس تهلك، أطلب نفسك عوضا عنها يا رب. أنا مستعد مثل ما وعدتك يوم رسالتي. بركة يا مساعدة. الله يبارك فيك. بعرفك عبونا بشارة، خورينا جديد. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. على البركة. تفضل يا أبونا، تفضل كلك طلمية. بشكر لطفك. يعني يا أبونا بدك ما تواخذنا، المفروض نكون بالقداس، بس مثل ما بتعرف الأيام صعبة والقلة هلكتنا. صدقني ما عم لحق من الحقلة للبيت ومن البيت للحقلة. يعني شو بدنا نعمل؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. بس لقيلي ندفة وقت بعجلي شوية طحين وبجي بخبزهم. الله يكفيك يا تعابك. بس اليوم الأحد يلي منخصصه للرب هو أحلى بركة لعائلتك ولا شغلك. معك حق يا أبونا، معك حق. فإذن لحد الجاي إن شاء الله نشوفك أنت والعائلة بالقداس. من كل بيت يا أبونا، من كل بيت. أنت والعائلة. ألا ما عطاني إلا بنت وحيدة. الله يخلي لك إياها. الله يحفظك. بدي أقول شي ومخجول يا أبونا، ما بعرف شو كيف. إنه هالبنت صارت صبية، ما عندها فستان جديد تروح فيه على القداس، واللي موجود ما بيليق. يعني الله يقطع القلة تسود الوش. بتمنى تقبل مني حق الفستان هدية لبنتك، هيك منشوفكم أحد الجيب القداس أنت وعائلتك. مخجولي منك يا أبونا. شكرا كتر خيرك.
بسألك. لحظة لحظة يا ابونا. لحظة إذا بتريد. ما تتعذبي ما تتعذبي. ما في عذاب. بصير بيناتنا في خبز وملح. ما بدك تكسفني. مثل ما قبلت هديتك الكريمة. بدك تقبل هديتي المتواضعة. أرجوك. هيدي نعمة وأكثر من هدية. الله يباركك. الله يكثر من أمثالك يا بونا. عوافي يا أبو طانوس. الله يزيدك عافية يا بونا. حلة البركة يا يا. ايدك لبوسة. خبرني يا ابونا كيف الايد ضيعتنا؟ كلها خير وبركة واهلا كتير طيبين. وعندك كيف الموسم هالسنة؟ مشكل هالقد شوفت عينك. مقضينا بهالشغل نهار اللي منشتغل بناكل ونهار اللي منقعد بالبيت تطلع العيلة بلا اكل يا ابونا. حتى يوم الأحد؟ كيف مسابه يا ابونا الأولاد بياكلوا نهار الأحد كمان. بس الله يلي كمان تعب فيك وخلقك ومنه كل خير بهالدنيا وبالآخرة بحق له نخصص له ساعة بالأسبوع للعبادة. ولو يا ابونا مين ما بحب يخصص نهار ربه. كتير منيح. شفت يا ابو طانوس انك ابن اصل. الله كريم وبدبر. انت اتكل عليه وهو ما بيهملك ولا بيهمل حدا. سلام لاسمه. وربنا بيعود عليك بهالدنيا اضعاف وبالاخره ملكوت السماء. فاذا الاحد الجاي ان شاء الله انت وعائلتك بالقداس. من كل بد يا ابونا من كل بد. خلاص نفسك يا بطانس. انت وعائلتك امانه برقبتي. ابونا بشارة، وصل خبر من الودايا انه خليل الحصلوطي مريض وتعبان. فيك تروح تمشحه ولا بتضل بكره الصبح؟ ليش لبكره الصبح؟ هلا دغري الموت غدار يا ابونا. خدمه المرضى اهم من كل شيء. وكيف بدك تروح بهالليل؟ اتكل على الله. أبونا يا أهلا بالأبونا. تفضل. أهلا فيكي. شكرا يا أبونا عذبت حالك بهالليل. ما في عذاب أبدا، هذا واجب مقدس علي. فجأة يا أبونا رح يروح من بين إيدينا. تفضل. الله معكم. عسلام إن شاء الله. خلونا نصلي سوا الرب يساعده بهاللحظات الرهيبة. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. آمين.
أبونا بشارة، كيف رضاك على أبناء هالرعية؟ بعده الشيطان عم يسرح ويمرح بضيع الوادي؟ بنعمة ربنا وبركتك سيدنا وصلوات أبناء الرعية قدرنا نغلب الشيطان. وانتو يا أبنائي كيف أحوالكم مع أبونا بشارة؟ عم تسمعوا القداس نهار الحد والأعياد؟ طول بعمرك سيدنا بعمر أبونا بشارة. نعم عم نسمع القداس، وقصدينا تنقلك إنه هيدا البيت اللي عم نقدس فيه ما عاد يسيعنا. سيدنا عم بيجي على القداس أهالي وادي بن حلاي وبنوايتي وسر جبيل وموري الدردرية كمان وفرع الروم لعائلة برجيلة ولا بيت عايد يسيعنا بهالضيعة. إلنا له السبب جاي نستأذن منك ونقول لك إنه صار لازمنا كنيسة. والكنيسة ما بتتعمر إلا بهمتكم سيدنا، ونحن بحاجة مساعدتك وبركتك. بكل طيبة خاطر أنا مستعد لمساعدتكم، بس أنتو شو عندكم من رسمال؟ لأنه عمار الكنيسة شرفية للإنسان وله أجر كبير عند ربنا بهالدنيا وبالآخرة. نحن فقراء يا سيدنا، واللي معنا ما بيعمروا مدماك. شو يا أبونا بشارة؟ بدون عمرو كنيسة وما في خميرة. من وين الخميرة سيدنا؟ وكلهم مساكين. الله يساعدهم. بس نحن بنقدم حالنا والشغل والعمار وكل الحجار اللازمة. وأنا مستعد أقدم الأرض يلي رح تتعمر عليها الكنيسة. وأبونا بشارة شو بتقدر تساعدهم؟ أنا الله يساعدني ويساعدهم، بس مستعد أشتغل معهم بالعمار إيدي وإيدهم سوا، ومعي قرشين رزقة من الله. بدي استأذن الرئيس العام وقدمهم لعمار الكنيسة ومدرسة كمان. فإذا انتكلوا على الله وعلى أبونا بشارة تتعمر الكنيسة والمدرسة، والمطرانية مستعدة إنها تساعدكم وتساهم معكم. خلي الله إياك سيدنا، غمرتنا بمحبتك سيدنا. الله يوفقكم يا ولادي، الله يوفقكم. ها هيتوا أبونا بشارة بعد في عنده شي بده يزيده؟ بصراحة سيدنا نعم، بدي استأذنك كمان مرة. تفضل. من بعد مساعدة ربنا اسمح لي أني أطلب مساعدات من المحسنين كمان. ما عندي مانع، أنا موافق، بس أنا إلي عندكم شرط. خير إن شاء الله. إنكم تسموا الكنيسة على اسم سيدة البشارة تيمنا باسم أبونا بشارة، لأنه غيرته على بيت الرب وعلى رعيته وعلى عيالكم كتير كتير كبير. هاي هاي سيدنا، هيدا فخر كبير لألنا. الكنيسة عن يدك، هودي خميرة من أهل الضيعة. ويطول بعمرك يا خي سليم، قيمتك الكبيرة، يطول عمرك أنت. الله يخليك، الله يخليك، يعطيكم ألف عافية. انت عم تتجرأ تسيبوا على اليمين. يا مرهيف، ربط الحبل عالي بحرية. برهج زدت لها الحبل بقى، خلص يلا. آخر الدنيا. أهلا وسهلا بشميس استنطين. كيفك يا بيلي؟ كيف صحتك؟ أشكر الله ونحمده. أنت كيف حالك؟ كيف الدين العامل؟ الحمد لله كلهم بخير، والأباء بيسلموا عليك. خبرني وين صارت سنتك؟ ما هذا بالضبط اللي حابب أحكي فيه معك أبونا.
ريت بتقبل تسمع اعترافي من كلبت حتى لو كان شوي طويل. ما تعتل هم أبدا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اغفر لي يا رب أنا الخاطي. شو بدي أقول لك يا أبونا، أنت بتعرف قصتي وكل أهالي دير القمر بيعرفوا قصة حبيب الحج بفتنة 1860. الله يرحم ابنك يا حبيب. ابني مراد مات ولأنا حبيب الحج زعيم قطع الطرق بدار القمر كله. ابني بيموت. روح يا حبيب طول بالك. لك شو بدي روح؟ انا اللي بقتل مش حدا غيري بيقتل. طول بالك يا حبيب. ابني بيموت. قرب قرب. انا اللي بقتل شو بدي اقعد؟ انا اللي بقتل مش ابني اللي بيموت. لا يا حبيب. روح يا حبيب. لا يا حبيب روح. لا يا حبيب. لا يا حبيب شو عملت؟ اطلع. وقف قرب لك شو. وقف وقف افحد افحد. انا بابي مش انا اللي قتلته. شو اسمك فلد؟ انا بطرس. وين انت فلد؟ بطرس ممر عند بكاسين. بكاسين انت مسيحي فلد، لازم تموت. مش انا اللي قتلته، انا بريء. خلاص لازم تموت، بدنا ايجون. شو ايجون؟ انا بريء شو خصني؟ هذا حكم تركي، حكم ايجون يعني توازن. احنا دولة عثمانية بتكيت يعني عدل، نقط الواحد من هون واحد من هون، وهيك بصير في عدل بلبنان. امشي ولد، امشي دمي، امشي بلد، امشي امشي بلد. دمي في دم نصارى، دمي في دم نصارى. امشي بلد. ايه نعم يا ابونا، بطرس بومرعي نقتل محلي فدايي انا. اغفر لي يا ابونا، اغفر لي، سامحني انا الخاطئ. معقول 9 ساعات بكرسي الاعتراف، لا أكل ولا حتى شربة مي؟ يا ابونا عمالك شوي، شو ما بتتعب؟ انت لو بتصلي المسبحه معي ما كنت بتتعب. امرنا لا الله. السلام عليك يا مريم، مريم. يا ممتلئه نعمه الرب معك، مباركه انت في النساء ومباركه ثمرة. مبين سكتت منك عم بتصلي. انت ما بتحب الصلاه يا سليم؟ بلى، بس عم صلي بقلبي. وما بيسوى على العالي؟ لا ما بيسواش. طيب وشو عم بتصلي بقلبك؟ عم بطلب من ربنا المجد لاسمه، بلكي بيعقد لك لسانك شوي وبترتاح وبتريحني. ولك زحتني وزحت ربنا قد ما بتصلي. الله يسامحك، الصلاة بالتعيب، الصلاة خير وزيادة الخير خير. يا ابونا هون صرنا على مشارفك فرحيم. هيدي ضيعة درزية
إذا بدك ما نقطع فيها نقطع بخراجة ومنكفي. أهلا وسهلا أبونا مشارف. الله معكم. اهلا 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 بالابونا القديس. قرب ايدكم. لا رح بترجي انت يا ابونا بركي لمنطقتنا، يا ريت بتميل بتمارك بيتنا، بعرفك على اولادي وبتبركهم بايدك الطاهره. بشكر لطفك ومحبتك. تسلم. الله يخلي لك عائلتك ويبارك اولادك. ان شاء الله المره الجايه بنكل بد، لانه هلا عندي قداس بكفر قطره. نعم. شكرا. الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. حضرة المتصرف، كل الناس عم يحكوا عن بونا بشارة خوري الودايا القديس وعن صلاته اللي بتشفي، وما قالكن حدا غيره يشفي ابنكن سعيد. نعوم ابننا الوحيد اشتد عليه المرض وصارت حياته بخطر. طلبت له أشهر الأطباء بالمتصرفية، ولا طبيب قدر يشفيه، ولا واحد أعطاني أمل بالشفاء. طيب خلينا نبعت ورا ابونا بشاره. وين ملقي هلا لابونا بشاره؟ هلا بيكون رجع من برمته على الرعايه عانطش كنيسه مارلياس بدير القمر. نعم بيك قلوا للعربجي يروح على انطش مارلياس بدير القمر ويستدعي لابونا بشاره، وقل له خليه يطلع معه بعربيه الخيل وخليه يجوا باسرع ما يمكن. انا رح روح معه وهيك باكد عليه يوصل بسرعه. الله معكم. إلا لحسبهم على دمية. بس يا أبونا بشارة في مسافة بعيدة، وبتعرف عربية الخيل أريح وأسرع لك. ماشي أحليلي، هيك ببلش صليله من هلأ. شو وصل ابونا بشاره؟ عم تساليني؟ ليه ما اجى معكم بعربيه؟ قال بده يجي مشي. مشي؟ نعم بيك. تفضل. الله معكم. اهلا ابونا اهلا. خبرونا عنك كثير. سعيد. صبي اسمه سعيد؟ نعم أبونا نعم. فيني شوفه؟ طبعا تفضل أبونا تفضل. بيت المي لو سمحتي. تفضل. سقينا المي والله يقدم له الصحة. بس يا أبونا ما عم بيقدر يشرب حتى المي. جرب وما تنسي رحمة الله كبيرة.
بشكرك بشكرك. الشكر والمجد للرب. هيدا إذن صادر عن حضرة المتصرف بذاته. نعم. أهلا وسهلا فيك أبونا. الله يخليك يا ابني. من زمان ما طال خوري لهون. ما بعرف إذا السجن رح يتجاوبوا معك. الله بدبر. شكرا يا ابني. الله معكم. اهلا ابونا. الله معكم. صار لي زمان ناطر هاللحظة. الله بعتك، فيك تسمعني شوي؟ بكل سرور. اهلا عبدو، عرفتني؟ انا ما بعرف، حابب بس شفتن عم يحكوا معك قلت بقلبي نيالن. ومن بعد ما جيت لعنا اول زيارة صاروا غير ناس. صحيح هني بالحبس بس صارت روحهم حرة. صحيح هني بعتمة بس بتحس انه النور شع من وجهن. أنا يا أبونا شفتك غير. أول مرة جيت تزورنا فكرتك جاي تعزنا وتفل. تحكينا من فوق بتذكرنا بالبئس اللي كنا عايشين فيه. شو عملتوا؟ شو سويتوا؟ لازم تتوبوا وكذا وكذا. بس حضورك يا أبونا كان غير. بس شفتك، رقبتك، حسيتك واحد منا. خليتني أشعر إنه ربنا مش تركنا نموت بمحل مهملين وبعيد عن العالم. سمعتنا، دفيت البردان منا وشاركتنا بالقليل يلي عندك. وهلأ طلعتنا من الحبس من بعد ما كنا عفنا فيه. تحري يا أبونا بشر، تحري يا أبونا إلا كرمتنا. ولو كان بساعة تخلي ارتكبنا جريمة وحسبنا القانون عليها. يا ابني مش كل اللي جوا مجرمين ولا كل اللي برا أبرياء. سي أبونا نحن عنا قلب بحن وفي حب.
قلبي بيزعل وبيشعر وبيتأثر، قلبي بيشتاق لأهله وعياله، قلب حابب يتوب، حابب يرجع ويطلب المغفرة من ربه. وربنا من عنده بيفتح لك قلبه ويديرها استقبلك. حرب! بلش من الحرب! شفيق! بلش من الحرب يا شفيق! الأسبانية سكروا البحر وصابروا الأهل جاي من الحرام! ايش تحكي؟ يا شفيق! يروح من بين ايدينا كرمال الله. حيلا شي ليه متخبز؟ حيلا شي كرمال الله. شحدني لقمة خبز ولك كم شي قمح؟ ما عندك ولد؟ مش حاسس؟ مش شايف؟ مش عم تسمع؟ اسمع! اسمع صوت طفل عم ينوجع من كترة الجوع! اسمع حرقة قلب ام على دمعة ابنها! اسمع وجع بي! مش قادر يعمل لقمة خبز لعائلته. عساب كلك رقفة. وين رحمتك؟ وين محبتك؟ وينه؟ وين ملايكتك؟ وين كهنتك؟ وين هربوا وتركونا نموت؟ نموت من وجع الحرب وذل الجوع. وينك؟ وينك؟ وينك؟
يا ابونا بشاره تفضل لعنا ارتاح شوي. كتر خيرك يا ست عفيفه، بس ما بقى تحرس. طيب انطرني شوي، في لك غرض عندي. ما تروح. مش رح روح ناطر. يا أبونا اشرب لك نقطة مي، بتكون عطشان. ممنونك يا أبونا. مش من قيمتك، هيدا صباط جديد، صار لي فترة شايفتك لابس صباط عتيق ومهتري، ما بليق بمقامك الكهنوتي يا أبونا، ولا أنك تلبسه بالكنيسة قدام الناس. يا ست عفيفي، ما قلت أنا إذا عطيتك مصاري رح تعطيه لأول فقير بتشوفه، كرمال هيك اشتريت لك هالصباط، ويا ريت بتلبسه هلا قدامي تتأكد انك ما رح تعطيه لحدا. حاضر حاضر، ممنونك كتر خيرك. ليك اذا عطيته لحدا بزعل، وبطل اجي على الكنيسة لا انا ولا ولادي ولا حدا بتخطار. بأمرك. وهودي كلهم على الطريق. كتر خيرك يا ست عفيفه، خيرك فايد علي. خير الله يا بونا، الله يخلي لنا اياك ويقويك ويرد عنا. هكذا أيها الأب الجليل عرفنا رجل الله وابن المخلص. نعم عرفناه متأخرا، إنما كانت هذه السنون الأخيرة كافية لنستنشق عرف فضائله، ويا حبذا لو كانت معرفتنا له أطول مدى، وكم كانت رغبتنا عظيمة بأن نعيش معه أمدا بعيدا. هكذا عرفناه في حياته، وهكذا اختبرناه في مرضه الأخير، إذ أتيح لنا أن نكون ممن اعتنوا به في مرضه الأخير وسهروا عليه، وأحيانا ساعدوه في حاجاته بعد أن أمست القوى الطبيعية عاجزة عن مساعدته. طمنا دكتور. يا أبونا الفحص بيدل أنه ما في أي خلل بأعضاء جسمك، برأيي مرضك واضح ولويت بسيط جدا. شو هو؟ مرضك هو الجوع ودواك هو الأكل، لازم تاكل بشكل كافي. محمل آكل كل يوم؟ إيه عم تاكل كل يوم، والفقرة رح يموتوك. خطيئ في مسكين كتار حاشي أكتر مني حتى يحيلوا عيالهم، بدهم ياكلوا، حرام يموتوا من الجوع. أنا الله بيدبرني. لازم ترتاح بقى، 32 سنة خدمة بدير القمر والودايا،
بكفيك جهد هالقد. لازم تنتقل على مطرح ترتاح فيه أكتر. من دير القمر ووداياها إلى صيدة، أكمل الأب بشارة مسيرة بذل الذات في كاتدرائية القديس نيكولاوس. لم يمنعه ضعف الشيخوخة من متابعة عمله الرعوي طيلة 5 سنوات وبالوتيرة نفسها، إرشاد الأخويات، زيارة المرضى، مساعدة الفقراء، سماع الاعترافات، علاوة على ساعات الاختلاء الطويلة في مناجاة حبيبه الإلهي. وقد اختار لإقامته غرفة داخل الكاتدرائية، والآن حان للمحارب أن يستريح. لقد استدعته السلطة الرهبانية إلى دير المخلص الأم في 27 من شباط سنة 1927 ليقضي فيه سنواته الأخيرة. أهلا وسهلا أبونا بشارة. أهلا فيكم أبونا العام. الدائر اشتاق لك. هيدي رح بتكون غرفتك مثل ما بتحب، حد الكنيسة. هيك بقدر أسهر على الزيت تيضل بالعان القنديل قدام القربين. بونا بولوس، إذا بعدنا بقير وشوف هيك شو خلينا التموز؟ إلا من شباط والدنيا ما شتت. الله يشفق، لا في مي ولا في شتي، بس عطشانة والزرع عم يي، بس كارثة إذا ما شتت. شو يا أبونا بشارة؟ مش حاسس بالشوق؟ بلا بلا أبونا العام. فإذا نفوت قول ليسوع إنه الرئيس العام أمرني إنه أطلب من حنانك ورأفتك تخفف عنا شدة الحر. أنا خاطئ. أنا ما بعرف، بعرف إنه الطاعة بتقدس الأعمال. يلا روح دبر حالك معه وقل له يشفع على الأطفال واليتامى والأرامل وما يعملنا حسب خطايانا. نهارك سعيد أبونا. أهلا، نهارك أسعد. أهلا وسهلا، تفضلوا. أنا جورج حيمري ومرتي ريني. حيمري؟ هالاسم مش غريب علي. أستاذ جورج حيمري مدير غرفة رئاسة الجمهورية. يا أهلا يا أهلا، تفضل. كيف في خدمك أستاذ جورج؟ بصراحة قاصد أبونا بشارة بخدمة روحية، خبروني عن هالخوري كتير. أبونا بشارة بركة، رجل صلاة وإماتة. تفضلوا تفضلوا. بس بدي اعزك يا ست،
تضلك هون لأنه القانون عنا ما بيسمح للنسوان يفوتوا على غرف الرهبان. لتكن مشيئتك يا رب. قصدك بخدمة روحية أنا ومرتي؟ ها؟ قصدك بخدمة روحية أنا ومرتي؟ تقصد ربنا يا ابني. أهلا وسهلا فيكم. يا أبونا، صار لنا 3 سنين مجوزين أنا ومرتي، وبعد الله ما رزقنا ولد، وجاي اطلب صلاتك عهنية. عم تعترف وتتناول وكل احد انت وزوجتك بتكونوا بالقداس؟ نشكر الله، انا رئيس اخوية الحبل بلا دنس ببيروت. نشكر الله عليكم. تعال نصلي. شو يا وردة؟ في تحسن؟ هاي انتني كرمالي لورا، بس الحكيم وعدك انه الاسبوع الجاي بيوصلوا قطرة من بلاد برا، وفي امل كبير انه يشفيكي. لا اسبوع الجاي وعلينا خير. هاتك مش متفائلة. قدرة مين يعيش يا اختي؟ هاتي شو حاملة معك تأغسلهم واطلع نشرهم كلهم. بتكوني تعبانة انت، انا بعملهم عنك. بعدني منيحة. يلا هاي اخر قطعة، هيك هيك غاطسة بالغسيل. قولي هول الغسيلات ما رح يتعبوكي، هو تياب ابونا بشارة. هودي تياب أبونا بشارة، ليش يا ربي ما بشفاعته بتشتي رحمتك علي وبتشفي لعيوني؟ رح أعمل مثل المرة النازفة يا ربي بلا تشبه. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. أخ عيوني عم يحرقون عيوني. أخ أخ يا رب عيوني. أخ أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. كأنه ملاك سماوي مرتفع عن الأرض، مش إنسان أرضي. Yeah.
بيي جاي يودعك مسافر على مصر. يمكن يكون هيدا الوداع الأخير. الله يكون معك. إذا بد إياكم تخبروا حدا بموتي أحسن ما يفتكرون الناس شي كتير وأنا أكبر الخطأ. الناس عم تقصدك لأنه شايفي فيك رجل الله. أنا أكبر الخطأ. بغرفته لازم يضل في حدا. منقسم حالنا فرق فرق حتى يضل يتعذب وجود أخوته الرهبان حده. دايما صلوا لو قطعة من الفرض أو من قوانين كتاب السوعية أو من مدايح العذراء أو من مزامير التوبة. عالصلاة أبونا بشارة بيرتاح وبتخف ألامه. ارحمني يا الله بعظيم رحمتك وبكثرة رأفتك. امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي. طهرني. ارحمني يا الله. مجد لله أبونا العام. دائما لله. أبونا بشارة تقلاني حالته. نوبات قلبية متكررة وجع كتير. بعتقد لازم نطلب له الحكيم. بهالليل؟ أي حكيم بيقدر يجي؟ في الحكيم حنا نعمان الحداد من صيدا. فورا بعتوا حدا يستدعيه وخبروا كمان سيدنا بصيدا. شو عم تشعر يا أبونا؟ عم بشعر مثل لهيب لهيب نار بقلبي. هيدا من اضطرام قلبك بمحبة الله. أبونا بشارة ساعدني تنشحن.
حتى بمرضك كمان ما بدك تستطعم بأكلك. إنني أشاهد خضرك اليوم السبت 22 شباط، هو سبت الأموات، والساعة 6:30 الصبح. أبونا العام، وصل سيدنا أثناسيوس خرياطي. مجد لله سيد. ولا بشارة، ولا بشارة، رح أعطيك الغفران الكامل. Ah.
يحلو.